طيب خلونا بقى قبل ما نبدأ فقراتنا وكالعادة نروح معاكم سريعا نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل يا فندم. أهلا بيك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة. هل الجو هيبقى في تحسن ولا زي امبارح؟ لا إن شاء الله في تحسن ملموس في الأحوال الجوية، يمكن كانت من أهم الظواهر الجوية المؤثرة علينا على مدار 48 ساعة المنقضية، واللي أدت إلى حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية هو نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة. النهاردة في اعتدال كامل في سرعة الرياح على كافة أنحاء الجمهورية، ده طبعا له مردود إيجابي على مستوى الرؤية على كل الطرق. درجات الحرارة هتبدأ ارتفاعها التدريجي مرة أخرى اعتبارا من اليوم، لنسعد إن شاء الله بطقس شتوي معتدل خلال ساعات النهار، وإن ظل شديد البرودة ليلا. من أهم الظواهر الجوية اللي هتساعد على التحسن في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار على المدن الساحلية وأيضا على الوجه البحري والقاهرة وإن كانت أمطار خفيفة، وإن شاء الله التحسن الكامل في الأحوال الجوية غدا الأحد إن شاء الله. أستاذ وحيد وصباح الورد مرة تانية. صباح الفل يا فندم. أهلا بحضرتك. يا ريت نطمن على بقى درجات الحرارة، يعني نعرف درجات الحرارة في القاهرة وباقي المحافظات. يعني سواحلنا الشمالية اسكندرية مطروح العريش بورسعيد من 17 ل 18 درجة، القاهرة والوجه البحري 19 درجة، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط من 19 إلى 20 درجة، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان حلايب شلاتين الوادي الجديد هنا أبو سمبل من 22 إلى 23 درجة، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة نويبع العين السخنة من 22 إلى 24 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك وصباحك إن شاء الله زي الورد. صباحا. شكرا. طيب.